السلام عليكم خوتي اخواتاتي، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم كريمة كاتيا للمواضيع المختلفة. اليوم جيت لكم فيديو جديد وفيديو مختلف من بعد واحد الغياب لدام طويل جدا. انا اختاريت هذا الموضوع من قلبي حيت كنحس ان العالم ديالي كنلقاه مع الاطفال، راحتي النفسيه والطاقه الايجابيه كنستمدها مع هاد الوليدات الصغار. سبحان الله العظيم، يعني ما غاديش نعاود لكم احساسي ولا الشعور ديالي ملي كنشوف شي وليد صغير والليله لعبت معاه والليله لبستو. اش غنقول لكم، عالم غريب ياخذك الى هناك والله العظيم، وهناك ما كتعرفوش شنو كيكون فيه، السعاده فقط، وما غيعرف بالحلاوه ديال هذا الشعور والاحساس اللي كنعيشه مع الوليدات الصغار الا اللي عنده الحب ليهم بحالي. ف الله يخلي لكم وليداتكم، ويا ربي نعس ونفيق والقراسي في شي قصر في شي فيلا مليئه غير بالوليدات الصغار، يعني الرضع، ولي الله كيحبو، ولي الله كيتمشى، ولي الله بدا كيهضر، واللي باغي يلعب، واللي باغي ينعس، واللي باغي ياكل. زعما حلاوه الحياه مع هاد الكائنات الصغيره. صراحه الله اللي كيخليوك تحس بان قلبك صغير جدا ولا يتحمل. هاد الصور اللي حطيت لكم شويه من بزاف من ديال الشياطين اللي كيديروا في الدار وكيخلقوا لينا واحد شويه لومبيونس، يعني خاصك ضروري هنا في هاد الحاله تقتنعي بانه راه مخبي وخاصك تمشي تقلبي عليه هو فين كاين. والله العظيم الى احساس ما كيتوصفش. منين كتكوني كتواجدي معاهم كتستمدوا منهم الطاقه الايجابيه اللي قلت لكم، كيحاولوا يرجعوكم للوراء، كتبغيو تسترجعوا معاهم وتحييوا معاهم حتى نتوما وحتى انا معاكم الطفوله ديالنا. لان داخل كل انسان في القلب ديالو طفل صغير، سواء امراه سواء رجل. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو وغادي تشوفوا واحد المفاجاه بسيطه جدا، يعني ما غاديش تخرج عن نطاق الموضوع عن عالم الاطفال. تبارك الله عليكم، تلاقاو فيديو جديد. نتمنى ما تنسونيش في لي جيم، ما تنسونيش في لي لايك، لي كومونتير. حاولوا ما امكن اعطيو قيمه لهاد القناه حيت بيها باش غيوصلكم الجديد وبيكم باش غتكبر هاد القناه. يلا تبارك الله عليكم، بيس. لا امبوسي نعم يا اختي Chef de cuisine. Au menu, mais
موني 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 سالاد سالاد سبيسيال سبيسيال ماجيك ماسيت جميل جميال 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 des morceaux de pommes et de fraises des kiwis pour rafraîchir des kiwis. What do you think about it? Huh? Oh, oh my god! Ha ha ha!